السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. أو في هذا الفيديو إن شاء الله سأطرح على برنامج هذا البرنامج وبعض المميزات. هنا في البارت 2 سأريكم خاصية سلام ويب توركس. نعم، ويمكنكم تحميل البرنامج من هنا. المهم أنا عدت شخصيا، يعني انتهيت من الامتحان ولله الحمد. المهم دير فيديوز وإن شاء الله هناك عدة مفاجآت في القريب العاجل، ترقبوا كل شيء قريبا. اذا فاول شيء نفعله هو اضافه اللغه العربيه في المتصفح. كما تلاحظون الان نذهب الى هنا، ثم نعمل Add Language، ثم Arabic. Arabic نعم، كما تلاحظون ثم نعمل Set. هنا نجد مثلا كم باقي لي صلوات، يعني اقرب المساجد. هناك العديد من الاشياء، فمثلا نجد هنا مثلا هذه هكذا، فيمكننا يعني التعليق في بعض المواقع، الدردشة مع متابعين آخرين. كما تلاحظون يعني نجد هنا تعليقات من أناس مسلمون، يعني باللغة العربية بالفرنسية، من مختلف بقاع العالم. أيضا يمكنك عمل ريت للبيج. كما تلاحظون الآن هناك العديد من الأشياء من الممتازات. أيضا كما تلاحظون يعني هنا نعمل جود، كما تلاحظون بوست خلاص. اذا في سلام ويب نيوز، يعني يعطيك جميع الاخبار يعني باللغه العربيه. نعم، اخر الاخبار في بلدك كما تلاحظون الان. وما اعجبني كثيرا انه يعني هناك يعني تقسيم رائع جدا. فهنا نجد all news, world, business كما تلاحظون الآن، sports, technology. هناك العديد من الأشياء، فمثلا نعمل world, business, sports. فمثلا على سبيل المثال في sports فيمكنك التراسل مع صديق ما، تقول له يعني في نعم في الدردشة كما تلاحظون، تقول له يعني متى موعد مباراة ما كما تلاحظون، أو كم انتهى هذه المباراة نتيجة وما ذلك. فهمتم ما أقول؟ خلاص كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. لايك للفيديو، تعليق تحفيزي، و بيس اوت لوف. ولا تنسى تشترك في القناة وتفعيل الجرس. إلى لقاء فيديو قادم، خلا إن شاء الله.